وقبل الفقرة الفنية الشيقة كان لابد من وقفة مع التكريم لمن استحقوا هذا التكريم، ونبدأ بتكريم من نقول لهم: قف يا زمان المجد، مجدك ها هنا، قناة أضاءت ملامح الحسناء فإذا بها تزهو بأجمل حلة وبعينها ترنو إلى العلياء، فتحت ذراعيها لكل متيم طلب الكتاب شوقا إلى الجوزاء. هذه عروس الفضائيات تألقت كالبدر حسنا في دجى الظلماء، ترسو على أرض الإباء كريمة، فلك يا قناة الكتاب كل وفاء. فليتفضل لاستلام درع التكريم كل من الدكتور عبد الكريم الدهشان المشرف العام على القناة، والمهندس وسام المحلاوي المدير العام لقناة الكتاب الفضائية. أما الآن فمع تكريم من نقول لهم: بحور الشعر أنظمها غراما، وأرسلها عبيرا وابتساما، وأجعل من حديث القلب لحنا.